قانون بالنسبه لنا احنا، اولا الاضراب هذا غير قانوني، لانه مش من حق اللاعب انه يدير اضراب، من حقه انه يطالب بمستحقاته، وهذه هي حقيقه كما يقولوا، لان اللاعب هو مش محتاج ولا ما كان ما يجيش كما يقولوا يلعب كره القدم ولا الى غير ذلك. ولكن احنا تمنينا ان اللاعبين هذا نمشيو بالطرق كما يقولوا القانونيه، انه ما باع حق وراءه طالب، ولكن كانت هناك كما يقولوا وقفه تاع اللاعبين اللي داروا اضراب يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء ويمس وامس خميس صباحا على الساعه 10:30 كذلك ما تدربوش، ولكن بعد ذلك على الساعه الواحده بعد ما استفدنا كل طبعا درنا اجتماع مطول مع بعض وحكمنا الوقت وحكموا الوقت العقل كما يقولوا اللاعبين، تكلمنا معهم يعني بصراحة، لأن الأموال هذه مش راح تجي مباشرة، يعني قلنا نمشي ونطالبوا، لأن كانت هناك اتصالات من السيد الوالي، اتصالات من رئيس الاتحاد الجزائري كرة القدم، هو مشكور على ذلك، اللي راهو صاهر كما يقولوا على السير الحسن للبطولة الوطنية، وكذلك الاتحاد الجزائري والكرة الاتحاد الجزائري كرة القدم، اللي اختار خطوة يعني عملاقة من ناحية السير إلى غير ذلك. وهنا عندنا وعود ما يكون هناك يتحل المشكل هذا في القريب العاجل ان شاء الله. اللاعبين يعني استجابوا للنداء تاعنا، وكان تنقل تاعهم امس كما يقولوا على الساعه 4:30 للبيض، تجرى مقابله تاع يوم السبت ان شاء الله باذن الله. باذن الله ان شاء الله نتمنوا في القريب العاجل تكون هناك شركه راعيه للفريق هذا، وبقيه الفرق اللي مازال ما تحصلوش على الشركات، لان رانا كلنا نتنافسوا في بطوله، والبطوله هذه تكون مشلوله وتكون فيها نقائص، ما يكون لعاب خالص ولعاب مش خالص، لعاب متحصل على مستحقاته، لعاب مش متحصل على مستحقاته، لعاب يعيش في ظروف ممتازه وظروف جيده، ولعاب كما نقولوا احنا، لان هذ اللاعبين عندهم عائلات، عندهم كما يقولوا ديار يخدموا عليهم، عندهم الى غير ذلك، نتمنوا تحسن الظروف ان شاء الله، وحنا رانا كما يقولوا في خدمه الرياضه وفي خدمه الصالح العام ان شاء الله.